راح نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع فقرة صحتك تهمنا، واليوم راح نتناول موضوع حصوات المرارة واللي تعد من مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة، وهي غالبا ما تكون غير ضارة لكنها قد تشكل خطرا على المرضى في وقت ما، وعادة تعتبر الجراحة الحل الأمثل للحصوات الصفراوية. ولمزيد من المعلومات حول حصوات المرارة ينضم لنا الدكتور أحمد محمد المليجي، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الله بالخير دكتور. أهلا بيك، أهلا وسهلا دكتور. في الفترة الأخيرة انتشرت الإصابة بحصوات المرارة، فحابين نعرف شنو الحالات اللي يصيبها حصوات المرارة. في بداية لقائي أحب أن أتقدم بشكر لأسرة البرنامج التلفزيون البحريني على هذا اللقاء. حصوات المرارة عبارة عن السائل المراري بيتكون في الكبد وبيمشي خلال القنوات المرارية وتجمع في الحوصلة المرارية، وهي عبارة عن كيس كوميس ريشيب أو الشكل يعني تحت الفص الأيمن من الكبد. بيبقى في سائل مراري شكل سائل عبارة عن مكون ماء وأملاح ودهون وحماض صفراوية، فبتبقى بنسب متناسبة مع بعضها كلها، بتبقى زايبة كلها في الماء. إذا حصل أي خلل في الأملاح ديت أو الدهون أو الأحماض اللي هي الصفراوية بيحصل ترسيب للمواد ديت وفي شكل بلورات، ممكن تبقى بلورة في حجم حبة الرمل أو تبقى كبيرة ممكن تملى المرارة كلها وكون الحصوات في المرارة. عندنا نوعين من الحصوات، اللي هو الحصوات الكوليسترول دي بتمثل حوالي 80%، وعندنا حصوات اللي هي الصبغية أو الصفراوية بتمثل حوالي 20%. من يشتكوا من هذا المرض دكتور؟ يقولون أن عندهم دائما أعراض الألم بالإضافة إلى أعراض أخرى، فما هي الأعراض الأخرى اللي يجب أيضا للمريض أن يهتم لها؟ والأعراض الأساسية بتاعت الحصوات المرارية اللي هو المغص المراري أو النوبة المرارية، بيجي ألم في البطن، في أعلى البطن في الناحية اليمين أو في الوسط، وبيبقى معها مسحوبة بقيء الألم ديت، وممكن يكون معها غثيان كمان، وبعدين الألم دي بتسمع في الظهر من ورا وممكن تسمع في الكتف الأيمن. دي الأعراض اللي هي المثالية أو الأكثر حاجة بتشوفها. في ممكن العين يبقى يعني يظهر بحاجات تانية زي اللي هي المضاعفات بتاعت المرارة، إذا الحصوة اتحركت ولا حاجة راحت في القناة المرارية الرئيسية ممكن يحصل صفرة انسدادية وهكذا، أو ممكن يحصل ألاب التهابات في المرارة نفسها وهكذا، بس أو ممكن يحصل كمان التهاب في البنكرياس إذا الحصوة اتحركت ونزلت في القناة المرارية في الأسفل الجزء بتاعها بتسد القناة البنكرياسية وبتعمل التهابات في البنكرياس. دكتور يمكن لو صارت الطبية تذكرنا الكثير من الناس ما يعرفون شنو مرض حصوات المرارة، فحابين نعرف سبب الإصابة بهذا المرض. الأسباب زي ما سيادتك قلنا كده، اللي هو دلوقتي إن في عندنا في نسبة كوليسترول في السائل المراري نفسه أو الصفراء نفسها، إذا زاد الكوليسترول إنتاج الكوليسترول بالكبد وتركيزه عالي في المرارة نفسها من جوه ممكن يترسب الكوليسترول ده، فيبقى في حالات السمنة، في حالات كمان لو واحد بينقذ يعمل رجيم السرعه بتاعه الوزن بتاعه بكميه كبيره وهكذا. ممكن كمان في بعض حاجات عوامل وراثيه كمان، ممكن عوامل وراثيه تلاقي عائلات كلها بيجي لها الحصوات المراريه ديت ورا بعضها، ممكن في حالات امراض تكسير الدم بتعمل الحصوات صبغيه اكتر وهكذا. بس طبعا بيكون طبعا في النساء اكتر من الرجال عشان بيبقى في عوارض اللي هو هرمونات الانوثه وحاجات دي وهكذا، ممكن تزود انتاج الكوليسترول في الكبد. دكتورنا بنتكلم عن جانب آخر في هذا الموضوع، وهو أن هذا المرض يعني ما نسمع عنه بشكل كبير مثل باقي الأمراض الموجودة أو المزمنة المتواجدة في العالم. هل المرض شائع عالميا أو غير شائع لدرجة أن مو مهتمين فيه من ناحية التثقيف الصحي؟ زي ما سيادتك قلت هو من الأمراض السائدة في الجهاز الهضمي في العالم كله وفي البلاد العربية أكثر من البلاد الشرقية كمان، ويمكن في أمريكا عملوا إحصائية لقوا 10% من البالغين مصابين بهذا المرض، حوالي 1,000,000 حالة في السنة إصابات جديدة بحصوات المرارة، وفي 25 مليون مصابين في أمريكا بحصوات المرارة وهكذا، وبيصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة 3-1 وهكذا. دكتور هل تبدأ بتكون ظهور حصوات المرارة في نفس الوقت، يعني ممكن المريض يحس بالألم في نفس الوقت أو يمكن تطلع الأعراض في وقت متأخر شوية؟ لا هي طبعا ما لهاش علاقة، هي حاجات في علم الغيب كلها، ممكن تكون حصوات وتجلس على المريض تقعد سنة سنتين أو أكثر كمان، ممكن تقعد العمر كله من غير ما تجيب له أي أثر ولا أي حاجة خالص. حوالي 80% ممكن ما لهاش أي أعراض، حوالي 20% من الحالات بتظهر أعراض الإيه الحصوات نفسها، ممكن تتكون وتظهر الأعراض على طول، ممكن تتكون تقعد فترات كبيرة ما تظهرش وبعدين تيجي في أي فجأة ولا حاجة يجي له نوبة أو يجي له مغص مراري وهكذا، أو ممكن العيان كمان يصير بأول مرة يجيله بمضاعفات أول مرة. يقال أن دائما هذا المرض يكون مع نوبات من المغص، وهناك العديد من الأفراد اللي يمكن يعني يفكر مرتين قبل ما يروح للدكتور في هذا الموضوع، كونه ينظر إلى أن نوبات المغص شيء ممكن تمر فيه فترة يذهب عنك في خلال فترة، فما هي الأعراض أو يعني المضاعفات اللي ممكن تؤدي إلى زيادة المرض إذا إنسان تجاهل نوبات المغص الموجودة الخاصة بمرض اللي هو الحصوات في المرارة؟
اذا كانت الحصوات بدون اي الام وبدون اي اعراض بنسميها سايلنت او صام او ساكنه ما بنعملهاش اي حاجه، ودي في نسبه كبيره من الناس. اذا اول ما يظهر نتابع المريض، وطبعا حد ممكن تكتشف بالصدفه عيان بيعمل اي ابحاث لاي لاي مرض ثاني او اي حاجه يطلع عنده حصوات في المرض، فبنعملش حاجه خالص الا اذا تابعنا المريض. اذا ظهر عنده اي اعراض للمغص او اي الام او اي حاجه لازم يستشير الطبيب بسرعه ولازم يعالج الموضوع لان المضاعفات خطيره جدا وهكذا. فطول ما هي سايلنت او ساكنه ما بنعملش حاجه. اذا حصل اي اعراض من بدايه المغص المراري يبدا لازم يعمل عمليه على طول ويتعالج على طول لان المضاعفات خطيره. دكتور، مع تطور وسائل التشخيص عند الامراض اكيد هناك في طريقه مثلى ممكن الواحد يكشف او يشخص هذا المرض، فحاب نعرف ما هذا. حصل الحظ الطريقه سهله جدا، هي السونار او الاشعه او المجهات فوق الصوتيه على البطن من احسن الطرق اللي بتشخص حصوات المرض. فوق 95% تشخيص الاسالين منها وهكذا. تمام، دي بالنسبه لحصوات المرار، لان حصوات المرار معظمها الكالسيوم فيها قليل فما بيبانش في الاشعات العاديه، اشعه اكس العاديه، اذا عكس حصوات الكلى يعني 10 ل 15% بيبان بالاشعه العاديه، انما في الكلى 90 ل 85% بيبان بالاشعه اللي هي الابيض واسود او الاشعه اكس العاديه. انما الموجات فوق الصوتيه بتشخص حصوات المرار بسهوله جدا، وده من حسن الحظ. في بعض الحالات بيبقى فيها مضاعفات، وفي حصوه في القناه المراريه الرئيسيه ولا حاجه بنعمل لها منظار على القناه المراريه، بس بنسميه المنظار العكسي على القناه المراريه، وبنحقن صبغه بنشوف ايه سبب الانسداد ويبان العكس. ذكرت قبل شوي دكتور نقطة خاصة بأن هذا المرض ممكن أن تكتشفه من خلال عمل فحوصات أخرى، ما هي الفحوصات اللي ممكن أن توضح أنت ممكن سويتها بس ممكن أن تأدي أن تعرف أن عندك حصوات في المرارة أو لا؟ يعني في مريض مثلا بيجي الحوادث ولا حاجة عنده ألم في أسفل البطن أو عنده ألم في الناحية اليسار من البطن ولا حاجة، بنسوي إحنا بنعمل له فحص، ناخد منه تاريخ مرض ونعمل له فحص ونعمل له أشعة موجات فوق صوتية على بطنه، فنكتشف أنه عنده الألم في الشمال أو عنده الألم في أسفل البطن، اكتشف الأشعة التلفزيونية إن عنده حصوات في المرارة سواء حصوة أو أكثر من حصوة. في بعض السيدات اللي هم الحوامل لو جم متابعة حمل ولا حاجة برضه يعملوا أشعة تلفزيونية على البطن أو سونار يلاقوا برضه عندهم حصوات في المرارة وهكذا. بس فهنا بس احنا هنا بقى لازم يكون للطبيب لازم يميز بين الالم، هل الالم ده من المراره ولا لو كان في الناحيه اليسار طبعا ده مختلف تماما، اذا كان في الناحيه اليمين ممكن يكون الالم ده من الكلى اليمين ولا اي حاجه او مغص مراري او مغص مراري او مغص كلوي او هكذا، فيشوف بحسب الفحص وحسب الاعراض اللي عند المريض والعلامات الاخرى ايه ويميز بين المغص المراري والمغص الكلوي وهكذا. دكتور، من فتره لفتره يمكن هناك تظهر اجهزه جديده للكشف عن هذا المرض، لكن حابين نعرف شنو الاجهزه الجديده الموجوده للكشف عن هذا المرض؟ لا، هو الكشف طبعا هو المرض اصله هو سائد ومرض بسيط جدا، فمن احسن الحاجات فيه اللي هو الاشعه زي ما قلنا السونار هي احسن حاجه طبعا، الا اذا كان في بعض حاجات مش باين فيها او ممكن نعمل اشعه رنين مغناطيسي ولا حاجه، او اذا كان في مضاعفات زي ما قلنا في حصوه في القناه المراريه او حاجه بنعمل اللي هو المنظار العكسي على القنوات المراريه ونحقن صبغه وبنشوف الحاجات دي وهكذا. بالنسبه لطرق العلاج، طبعا احسن حاجه دلوقتي واحسن حاجه دلوقتي في العالم كله اللي هو الاستئصال المره بالمنظار الجراحي، ده من احسن الحاجات واحدث الحاجات وعمليه بسيطه جدا العام بيعملها بالمنظار، فتحات بسيطه جدا ثلاث او اربع فتحات صغيرين في جدار البطن والعام ممكن يخرج في نفس اليوم. استئصال المراره كلها اوكي، ما في ليزر؟ لا، هو في تفتيت الحصوات بس ده مش الفعاليه بتاعته مش كويسه لانه ممكن طبعا يكسر الحصوات من كبيره الى حاجات صغيره، الحصوات ممكن لو اتحركت ونزلت في القناه المراريه ممكن تعمل صفرا سيدية وهكذا. فالافضل اللي هو استئصال المراره بالمنظار، يعني كنا بنعمل قبل كده الفتح بالفتح نفتح حوالي الفتحه حوالي 12 سنتي او 15 سنتي تحت الضلوع من الجانب الايمن، فتح بقى كبير المريض بقى فتره كبيره في المستشفى وفي مضاعفات بعد العمليه، انما دلوقتي المنظار من احسن العمليات الحقيقه واسهل العمليات والمريض ممكن يخرج في نفس اليوم مساء ويرجع للعمل بسرعه وهكذا. دكتور، عقب ما بعد المريض ما يحصل على عملية حصوات المرارة شنو الإرشادات اللازمة اللي تعطيها للمريض يتبعها؟ والله الإرشادات إن هو المريض المفروض يحافظ على وزنه كويس جدا، يحافظ على الوزن بتاعه ويأكل أكلات أو وجبات متوازنة كل 8 ساعات ويمارس الرياضة حوالي نص ساعة يوميا، ده من أحسن الحاجات عشان ما يتجنب يدوس أي حصوات أخرى أو تكرار الحصوات الثانية وهكذا. طبعا عند استئصال المرارة هي عضو موجود في جسم الإنسان لها اكيد بالتاكيد فوائد في جسم الانسان، فلما تستأصلها من خلال العمليه الجراحيه يعني انهاء حاله الحصوات في المراره، ما هو دورها بعدين؟ يعني اذا انا استأصلتها شنو المضاعفات اللي ممكن تصيب جسم الانسان اذا انا استأصلت المراره ايضا؟ هي المراره عباره عن مخزن تحت الفص الايمن من الكبد بتجمع السائل الصفراوي تعمل له كونسنتريشن او تركيز، وبعد كده لما الانسان بياكل الاكل بينزل في المعده وبعدين بيتحرك من المعده الى الاثنى عشر، فهي المراره او السائل المراره مسؤول عن هضم الدهون وبعض الفيتامين بعض الفيتامينات بس. وطبعا بعد ما نشيل المراره بدل ما بينزل السائل الصفراوي دوت من الكبد على المراره يتخزن فيها وتركز بينزل دايركت من الكبد في القنوات المراريه على الاثنى عشر على طول،
فغالبا باش في اي اثار جانبيه او اي حاجه بس عندنا. اذا صار زياده في نسبه ايش اسمه نزول السائل الاصفر الى 12 مباشره لا هو ممكن. غالبا هي النسبه واحده في اليوم من حوالي لتر في اليوم كله السائل نفسه سواء في مراره او ما فيش مراره بس مع قله النسبه او زياده النسبه كيف ممكن مع قله الاكل لو مثلا العيان مثلا ما فيش اكل او فترات كبيره السائل بينزل في ممكن يجي له بعض الاسهال وحاجات من دي وهكذا بس عشان كده قلنا الاكلات تبقى متوازنه كل 8 ساعات والاكلات متوازنه ما فيهاش كمان دهون كتير وشوك كتير ده برضو من الاسباب تكون حصوات المراره دكتور بعد استئصاء حصوات المراره هل ممكن الالم يرجع او يرجع المرض مره ثانيه لا ما يرجعش المرض يمكن يرجع اذا تكون حصوه في القناه المريه الرأسية إذا كان عنده حاجة بقى ممكن زي أمراض الدم دي بتبقى أمراضه رأسية شوية فممكن بعد ما يجي له نوبات تكسير في الدم كتيرة فبعد ما يشيل المرارة يمكن برضه يجي له نوبات دي تاني ولا حاجة فيتكون حصوات بقى في القناة المرية نفسها بس والآن بقى يصاب بالصفرة الانسدادية أو التهاب في البنكرياس وهكذا عشان كده برضه بتابع أمراض الدم عند الدكتور أمراض الدم كويس ويتابع والعلاج المظبوط بيقلل طبعا حدوث الحاجات دي وهكذا في نهاية اللقاء دكتور بيتكلم وياك عن جانب اللي هو العلاج كم فترته وكم يحتاج والإنسان لازم يرتاح لإيش كثر بالنسبة لها من الممكن أن أجري مثلا العملية ومن بعدها أن أرجع للدوام بعد أسبوع مثلا هو طبعا في الجراحات المفتوحة زمان كان العين بيقعد فترة كبيرة في السرير أو بيقعد فترة نقاهة كبيرة عشان يرجع وده كان بيأثر طبعا من ناحية حتى الاقتصادية بتاعت البلد وحاجات من دي ومصاريف وده نعم دلوقتي مع التطور والمناظير الجراحية دلوقتي الحقيقة العين ممكن يخرج في نفس اليوم مساء أو بكثير أو تاني يوم ممكن يرجع العمل بتاعه في خلال فترة بسيطة في خلال أيام وهكذا ده بصراحة إنجاز يعني إنجاز كبير معلومات هامة حول حصوات المرارة قدمها لنا الدكتور أحمد محمد المليجي استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير كل شكر تواجدك اليوم دكتور ويانا شكرا لك دكتور